تخيل لو أمانينا نوعدها تلاقينا وتنور ليالينا وتتحقق مساعيك أخيرا بقطف ثماري وعيش جنة أفكاري أوصل بعد إصراري ولا ضيع أمل فيك مستنيك على السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طالباتي الوردات نلتقي اليوم على الخير والبركة إن شاء الله بتصوير سلسلة محاضرات منهج كيمياء الصف الخامس العلمي بداية أحب أبارك وأهنئ لجميع الطلبة الأعزاء نجاحكم وانتقالكم من مرحلة الصف الرابع العلمي إلى مرحلة الصف الخامس العلمي وإن شاء الله تكون سنة موفقة لجميع الطلاب وتكون سنة بنهايتها مكللة بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة الأعزاء طلاب بما أنه اليوم إحنا إن شاء الله راح نشرح المحاضرة الأولى من الفصل الأول من منهج كيمياء الخامس العلمي أكو بعض الأمور المهمة اللي لازم أوضحها قبل لا أبلش بالمحاضرة وإن تكون يعني خلينا نقول اليوم أريد أشرح لك فد مقدمة مهمة جدا وإن كانت هاي المقدمة مطولة لكن من الضروري جدا أنه تنتبه لهاي المقدمة لأن كلش تفيدك بداية أحب أنه تعرف أنه سيتم تصوير منهج كيمياء الصف الخامس العلمي باللغتين اللغة العربية واللغة الإنجليزية اللغة العربية لطلاب المدارس الاعتيادية اللي يدرسون منهج الكيمياء باللغة العربية وسيتم أيضا تصوير منهج كيمياء الصف الخامس العلمي باللغة الإنجليزية لطلاب المتميزين والمتميزات وثانوية كلية بغداد يعني الآن هذا الشرح اللي جاي تشوفه بالعربي هذا كله للمدارس الاعتيادية اللي يدرسون منهج الكيمياء باللغة العربية وهذا الشرح المكتوب بالإنجليزي هذا المكتوب بالإنجليزي هذا كله لمدارس المتميزين والمتميزات وثانوية كلية بغداد ومدارس عشق بغداد أيضا اللي يدرسون المنهج باللغة الإنجليزية فأول شغلة لازم تعرف أنه إحنا راح نصور المنهج باللغة العربية وباللغة الإنجليزية بطريقة تخلي طالب المنهج العربي والمنهج الإنجليزي يسيطر على المادة هذه هي كانت الشغلة الأولى المهمة الشغلة الثانية المهمة أيضا جدا لازم تعرف أنه كل هذا الشرح المكتوب قدامك تم تدعيمه ووضعه في ملزمة كيمياء الصف الخامس العلمي ملزمة كيمياء الخامس العلمي اللي هي باللغة العربية للمدارس الاعتيادية وملزمة كيمياء الخامسة العلمية اللي هي باللغة الإنجليزية لطلاب المتميزين والمتميزات وثانوية كلية بغداد بداية يا طلاب أحب أنه تعرف منهج كيمياء الصف الخامس العلمي يدرس الكيمياء اللاعضوية انتبه عليه أنت بالثالث متوسط والرابع علمي درست الكيمياء العضوية منهج كيمياء الصف الخامس العلمي يدرس كيمياء لاعضوية الكيمياء اللاعضوية هي كيمياء نوعا ما معقدة فيعني الطالب إذا أنت حاليا كطالب وتقراها بالكتاب ما راح تفتهم من يمها أي شيء يعني حتى ما تعرف السؤال شلون يجي وشلون جاوبه ولا تعرف خطوات حل ولا تعرف أي شيء حول الكتاب وكأنه الكتاب تم إعداده للمدرس وليس للطالب فلذلك أنا سويت لكم ملزمة كيمياء الصف الخامس العلمي وصراحة بذلت كل جهدي يعني بذلته بهاي الملزمة على مود أنه أقدم فتشي يفيد الطلاب هذه الملزمة حاليا من الضروري جدا انتبه عليها طلاب من الضروري جدا يعني كل اللي جاي يبعون الفيديو حاليا من الضروري جدا أنه أنت تأخذ الملزمة وتتابع وياها إن شاء الله إذا تريد أبني لك أساس قوي وأجهزك منذ الآن الصف السادس علمي إن شاء الله وتصعد للصف السادس علمي نضبط الأساس مالك لازم تتابع هذه المحاضرات لكن مو فقط هذه المحاضرات لازم تكون الملزمة يمك الملزمة موجودة بها كل الأمثلة كل التمارين أسئلة الفصل ملاحظات أسئلة خارجية أي إنه كل شيء يحتاج الطالب طبعا جاي أتكلم حول ملزمة المنهج العربي للمدارس الاعتيادية وملزمة كيمياء الصف الخامس العلمي باللغة الإنجليزية لمدارس المتميزين الملزمتين تم إعدادهم بطريقة احترافية هذه الملزمتين يا طلاب حاليا متوفرة في جميع محافظات العراق وهي من إصدار مكتب الطابعي هذا المكتب العريق والمعروف بتوفير أفضل الملازم وبجودة طباعة وتصميم احترافي هذه الملازم حاليا متوفرة في جميع محافظات العراق وفي جميع المكتبات وتقدر تأخذها من كل وكلاء مكتب الطابعي والآن راح يطلع لك فيديو قصير يوضح لك الملزمة فخليك متابع بجهودنا علمية حثيثة ومبسطة لفهم الطلبة الأعزاء قام الأستاذ القدير الأستاذ حسين حمزة
بإعداد ملزمة متكاملة للطلبة الأعزاء في مرحلة الخامس العلمي، لما لها ارتباط علمي بمرحلة السادس العلمي المصيرية، والتي تضمنت سؤال وجواب. كيف؟ وضح ذلك. تعريف، خلاصة القوانين، ما أهمية، ملاحظات مهمة، حلول تمارين الكتاب، معادلات كيميائية، مخططات، والتي قام بإخراجها فنياً وبشكل احترافي مكتب الطبيعي العريق. شكراً لكم. الآن يا طلاب، هذا الفيديو هو حول ملزمة كيمياء الصف الخامس العلمي، لأنه هاي الملزمة تتضمن أساسيات كلها تفيدك الصف السادس علمي. طبعا منهج كيمياء الصف الخامس العلمي اكو بعض المواضيع المهمه به مرتبطه بمنهج الصف السادس علمي، واكو بعض المواضيع لا ما مرتبطه. كمثال على ذلك الفصل الاول، الفصل الاول نصفه امور كلاميه، هاي الامور الكلاميه ما موجوده بصف سادس علمي، لكن النصف الثاني من الفصل الترتيب الالكتروني وهذه الامور، هاي امور موجوده بصف سادس علمي ولازم نستفاد منها ولازم نضبطها. فاكو بعض المواضيع المهمه لازم انت تضبطها، وكلها انا راح اوضحها واشرحها خلال المحاضرات. هذه كانت الشغلة الثانية اللي من الضروري انه انا كان اوضحها. الشغلة الثالثة يا طلاب، سويت قناة تليجرام خاصة لطلاب الصف الخامس علمي. تبع عليه قناة تليجرام خاصة فقط لطلاب الصف الخامس علمي. هذه قناة التليجرام طبعا مخلي لكم الرابط مالتها باول تعليق مثبت، وايضا مخلي رابط هذه القناة ايضا مخليه بالوصف. فمن الضروري جدا انه انت تشترك بقناة التليجرام. قناة التليجرام يا طلاب كل يوم جمعة الساعة 9 بالليل يكون عندنا امتحان، ينزل امتحان الكتروني بقناة التليجرام، اي انه انا راح ادرسك منهج كيمياء الخامس العلمي، انه تدريس خصوصي، انه محاضرات، شرح مفصل، ملزمة، امتحانات. هذه قناة التليجرام تنطي انضمام بها، كل يوم جمعة الساعة 9 بالليل يكون عندنا امتحان الكتروني ينزل بهذه القناة. انتبه، هذه قناة التليجرام خاصة فقط لطلاب الخامس العلمي. الامتحان ينزل باللغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية لطلاب المتميزين والمتميزات. هذه هي كانت الأمور المهمة اللي من الضروري أنه أنوه عليها. اللي بقى يا طلاب هو شغلة مهمة أيضا ضروري لازم أنوه عليها. منذ الآن جاي تجينا رسائل من قبل الطلاب والطالبات أنه أستاذ أنا أريد أحجز الصف سادس علمي منذ الآن، قبل لا يقبط التسجيل وقبل لا أنه ينسد أو ينغلق التسجيل. أنا منذ الآن أريد أنه أسجل بالدورة الإلكترونية أو أريد أسجل بالمعاهد، فشنو لازم أسوي؟ أستاذ أنت وين الدرس؟ انتبه علي طلاب، طبعا أنا أدرس في محافظة بغداد، أقصد بالنسبة للتدريس الحضوري يعني بالمعاهد بمحافظة بغداد بالمناطق الآتية: أدرس بمنطقة المنصور وبمنطقة الزيونة وبمنطقة المشتل وبمنطقة البنوك وبمنطقة صليخ الستمية. هذه الخمس مناطق أنا أدرس بها حضوري بالمعاهد في بغداد. أما بالنسبة لطلاب المحافظات وأيضا طلاب بغداد مشمولين بهذا الشيء، إنه موجودة دورة إلكترونية لدراسة منهج كيمياء الصف السادس العلمي، والدورة الإلكترونية يتم بها الشرح والتصوير من داخل المعهد، أي إنه شكل شيء أشرحه داخل المعهد هو الطالب يباوعه بالمحاضرات الإلكترونية. التسجيل مفتوح منذ الآن، أي طالب يحب إنه يحجز ويسجل منذ الآن، إحنا منذ الآن فاتحين تسجيل، والأفضل يا طلاب إنه تستعجلون بالتسجيل لأنه الحجز يغلق ويقبض احتمال بفترة وجيزة. فلذلك من الضروري أي طالب يحب أنه يسجل يمنا لدراسة منهج كيمياء الصف السادس علمي يراسلنا على هذا المعرف مال التليجرام ويتصل على هذا الرقم. هذا الرقم اللي طالع قدامك يا طلاب، هذا الرقم هو خاص فقط بالتسجيل للصف السادس علمي، يعني هذا الموظف واجبة أنه يسجل الطلاب اللي يريدون يحجزون ويسجلون لدراسة منهج كيمياء السادس العلمي. فأي طالب يراسل هذا المعرف على شيء غير التسجيل فما راح يجاوبك، يعني مثلا اذا تراسله بخصوص ماده علميه او سؤال او استفسار ما راح يجاوبك، يجاوبك فقط بما يخص التسجيل للسادس العلمي، لانه هو موظف واجبه هذا الشيء. فاي طالب يحب يسجل انه يتصل علي انا على هذا الرقم ويراسلنا على هذا المعرف. واضح طلاب؟ هذه هي كانت الامور الاساسيه اللي من الضروري انه انوه عليها. الان نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبلش بمحاضرتنا لهذا اليوم. تابعوا علي طلاب، منهج كيمياء الصف الخامس العلمي نبلش بالفصل الأول. الفصل الأول اسمه تطور المفهوم الذري. الفصل الأول تطور المفهوم الذري، انتبه عليه. شنو يعني تطور المفهوم الذري؟ من اسمه، انتبه علي طلاب، من اسمه تطور المفهوم الذري.
اي انه راح يحكي لك اليمن ما دام بي ذره، يعني راح يحكي لك على الذره، شنو الذره والصار بيها. هذه الذره، هذه الحبابه اللي احنا درسناها كلش هواي، درسناها بالثاني متوسط والثالث متوسط ودرسناها بالرابع علمي، وراح ندرسها ايضا بالصف الخامس العلمي. اذا الان انت عرفت لي انه تطور المفهوم الذري، الذري يعني يتكلم لك حول الذره. هاي الذره يا طلاب كنا نعرف انه الذره تتكون من بروتونات ونيوترونات والكترونات. انتبه علي، الذره تتكون من بروتونات ونيوترونات والكترونات. راح ندرس بالفصل الاول شلون اكتشفوا الالكترون وشلون اكتشفوا النواه وشلون اكتشفوا البروتون وشلون اكتشفوا النيوترون. هذه الامور كلها راح ندرسها بالفصل الاول، وايضا بعدين ندرس هذه الالكترونات شلون يتم ترتيبها وتوزيعها حول النواه داخل الذره. هذه الامور راح ندرسها بالفصل الاول. بداية يا طلاب حاكي لك فد مراجعة بسيطة، مقدمة بسيطة على انه انت شنو اللي درسته بمنهج الصف الرابع علمي بما يخص الذرة. تبع عليه، بالمحاضرة الاولى من منهج كيمياء الصف الرابع العلمي درسنا موضوع اسمه فرضيات نظرية دالتون. درسنا فرضيات نظرية دالتون. احد فرضيات نظرية دالتون شي يقول؟ يقول ان جميع المواد في الكون تتكون من دقائق صغيرة غير قابلة للانقسام تدعى بالذرات. تبع عليه طلاب، هذا الشرح شرح منهج صف رابع علمي بالمحاضرة الاولى فرضيات نظرية دالتون. أول نقطة فرضيات نظرية دالتون قال لك؟ قال لك إن جميع المواد في الكون تتكون من دقائق صغيرة غير قابلة للانقسام تدعى بالذرات. أي إنه دالتون قال لي؟ دالتون قال الذرة غير قابلة للانقسام. انتبه علي، دالتون هذا بمنهج الرابع علمي وبمنهج الثالث متوسط قال لي؟ قال لي إنه الذرة غير قابلة للانقسام. هذا سابقا. بتطور العلم وبالتجارب الكيميائية أثبتوا العلماء أنه الذرة قابلة للانقسام. انتبه علي، دالتون ايش قال؟ قال الذرة غير قابلة للانقسام. التجارب الكيميائية والعلماء في عصرنا الحديث ايش قالوا؟ قالوا لا، أنه الذرة قابلة للانقسام. يا تجارب أثبتت أنه الذرة قابلة للانقسام. طبعا تجارب التفريغ الكهربائي خلال الغازات اكو نوع من التجارب الكيميائية اسمه تجارب التفريغ الكهربائي. تجارب التفريغ الكهربائي خلال الغازات اثبتت انه الذرة قابلة للانقسام، وايضا ظاهرة النشاط الاشعاعي. تبع علي يا طلاب، احنا لما يصير انشطار نووي ولما يصير اندماج نووي، اي انه لما يصير انفجار نووي، شلون يصير الانفجار النووي؟ اي انه النواة تنشطر. بقى انفجار نووي يعني فشي يصير بالنواة، شي يصير بالنواة؟ النواة تنشطر، وهذا الشيء انت درسته ايضا العام الماضي بصف الرابع علمي. فاذا باوع ظاهرة النشاط الاشعاعي ايش وضحت لنا؟ وضحت لنا انه النواة تنقسم، وبما انه النواة تنشطر وتنقسم اي انه الذرات شبيهة تنقسم. اذا التجارب الحديثة، تجارب التفريغ الكهربائي وظاهرة النشاط الاشعاعي اثبتت انه الذرة قابلة للتجزئة وقابلة للانقسام على عكس ما توقع دالتون. هذا الكلام اللي شرحته لك اطلع بيه بخلاصة بسيطة، انه دالتون قال الذرات ما تنقسم. التجارب الحديثة، تجارب التفريغ الكهربائي خلال الغازات وظاهرة النشاط الاشعاعي ايش قالت؟ قالت لا، الذرة قابلة للانقسام. اذا الان يا طلاب، نظرية دالتون اللي انت دارسها بصف رابع علمي، ايش قالت لي نظرية دالتون؟ قالت لي تتكون المادة من دقائق صغيرة غير قابلة للانقسام او التجزئة تدعى بالذرات. اعيد، نظرية دالتون، شنو هي نظرية دالتون؟ تتكون المادة من دقائق صغيرة غير قابلة للانقسام او التجزئة تدعى بالذرات. نظرية دالتون، انتبه علي، نظرية دالتون تتكون المادة أو تتكون المواد من دقائق صغيرة غير قابلة للانقسام تدعى بالذرات. أي إنه دالتون إيش قال لك باوعلي؟ أي إنه دالتون إيش قال بالنظرية مادة؟ قال المادة تتكون من دقائق صغيرة غير قابلة للانقسام تدعى بالذرات، يعني قال لك الذرات غير قابلة للانقسام. لكن بالفترة الحديثة مالتنا لا، قالوا إنه الذرات قابلة للانقسام. إذا السؤال، ما الذي أثبت أن الذرات قابلة للانقسام على عكس ما توقع دالتون؟ بعد السؤال، ما الذي أثبت أن الذرات قابلة للانقسام على عكس ما توقع دالتون؟ يعني هذا دالتون قال الذرات غير قابلة للانقسام. أنا قلت لك بالفترة الحديثة
تجارب التفريغ الكهربائي خلال الغازات وظاهرة النشاط الإشعاعي هي أثبتت أنه الذرات قابلة للتجزئة وقابلة للانقسام. إذن الآن لما يجيني هيجي سؤال يقول لي ما الذي أثبت أن الذرات قابلة للانقسام على عكس ما توقع دالتون؟ شنو اللي أثبت ذلك؟ أثبت ذلك تجارب التفريغ الكهربائي خلال الغازات وظاهرة النشاط الإشعاعي. تبع علي دالتون قال إيش قال؟ قال إنه المادة تتكون من ذرات وهاي الذرات غير قابلة للانقسام. بالفترة الحديثة اكتشفوا العلماء عكس ما توقع دالتون. إذا شي يقول لك؟ يقول لك ما الذي أثبت أن الذرات قابلة للانقسام على عكس ما توقع دالتون؟ شنو اللي أثبت ذلك؟ أثبت ذلك تجارب التفريغ الكهربائي خلال الغازات وظاهرة النشاط الإشعاعي. إذا الآن يا طلاب افتهمت لأنه العالم دالتون قال الذرة غير قابلة للانقسام، بالفترة الحديثة العلماء قالوا له لا، إنه عندنا تجارب التفريغ الكهربائي خلال الغازات وظاهرة النشاط الإشعاعي أثبتت إنه الذرة قابلة للانقسام. الآن يسألني طالب شو يقول؟ يقول لي أستاذ شنو هي تجارب التفريغ الكهربائي خلال الغازات؟ بعض الطلاب تجارب التفريغ الكهربائي تتم داخل أنابيب التفريغ الكهربائي. انتبه علي يا طلاب، تجارب التفريغ الكهربائي تتم داخل أنابيب التفريغ الكهربائي. زين استاذ هو شنو أنبوب التفريغ الكهربائي؟ أقول لك أنبوب التفريغ الكهربائي الآن راح نجي نفتهمه. الآن هذا الرسم الموجود قدامك، هذا الرسم مال أنبوب التفريغ الكهربائي، باوع اسمه أنبوب التفريغ الكهربائي، باوع أنبوب التفريغ الكهربائي. ما دام بي كهربائي يعني بي قطبين، بي قطب موجب وبي قطب سالب. انتبه عليه، اسمه أنبوب التفريغ الكهربائي. الآن هذا شنو اسمه مكتوب؟ مكتوب أنبوب التفريغ الكهربائي Electric Discharge Tube، أنبوب التفريغ الكهربائي. أنبوب التفريغ الكهربائي ما دام بي هاي الكلمة، ما دام بي كهرباء يعني بي قطبين، بي قطب موجب وقطب سالب. القطب السالب اسمه الكاثود، هذا القطب السالب اسمه الكاثود، والقطب الموجب اسمه الأنود. إذا الآن أنبوب التفريغ الكهربائي شنو؟ هو عبارة عن أنبوبة زجاجية، بوحة هاي الأنبوبة هو عبارة عن أنبوبة زجاجية. هذه الأنبوبة الزجاجية مفرغة من الهواء، هاي الأنبوبة الزجاجية جاي تشوفها إنها مسدودة يعني مفرغة من الهواء، وتحتوي على غاز الهيدروجين. يعني الآن هاي الأنبوبة شو موجود بيها؟ موجود بيها هيدروجين. شو موجود بيها؟ موجود بيها هيدروجين. بوحة هذه الأنبوبة شو موجود بيها كلها؟ موجودة بيها جزيئات الهيدروجين. تبع علي طلاب، إذن الآن ما هو أنبوب التفريغ الكهربائي؟ إحنا قلنا تجارب التفريغ الكهربائي هي اللي أثبتت إنه الذرة قابلة للانقسام. زين هذه اللي هي تجارب التفريغ الكهربائي وين تصير؟ تصير داخل أنابيب التفريغ الكهربائي. إذن لازم أعرف شنو هو أنبوب التفريغ الكهربائي. أنبوب التفريغ الكهربائي أو أنبوبة التفريغ الكهربائي هي عبارة عن أنبوبة زجاجية، أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء، باوحة مسدودة يعني مفرغة من الهواء، تحتوي على غاز الهيدروجين. تحتوي على يا غاز؟ على غاز الهيدروجين تحت ضغط منخفض، تحت ضغط منخفض. طبعا تكون مزودة بحاجز كاشف، هذا جاي تشوفه، هذا اسمه حاجز كاشف، هذا بوضع حاجز يعني فشي واقف بالنص، هذا حاجز كاشف. هذا الحاجز الكاشف يكون مغطى بمادة كبريتيد الخارصين، هذا الحاجز الكاشف بوضع مغطى بمادة كبريتيد الخارصين، أي إنه أنبوبة التفريغ الكهربائي هي أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء، مفرغة من الهواء، تحتوي على غاز الهيدروجين تحت ضغط منخفض، وتحتوي على حاجز كاشف مغطى بمادة كبريتيد الخارصين. وقرب الكاثود، وقرب الكاثود يوجد لوح معدني، هذا اللوح هذا لوح معدني يحتوي على شق ضيق. واضح طلاب؟ الآن هذا الوصف مال أنبوب التفريغ الكهربائي. يعني شنو هو أنبوب التفريغ الكهربائي؟ هو عبارة عن أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء ويحتوي على غاز الهيدروجين تحت ضغط منخفض ومزودة بحاجز كاشف، هذا الحاجز الكاشف مغطى بمادة كبريتيد الخارصين، ويوجد قرب الكاثود لوح معدني محفور به شق ضيق. واضح طلاب؟ وتكون طبعا هذه الأنبوبة تكون مربوطة إلى مصدر للتيار الكهربائي. هذه الأنبوبة ما دام بيها قطبين سالب وموجب، ما دام بيها أنود وكاثود، هذه الأقطاب تكون مربوطة إلى مصدر للتيار الكهربائي.
إذن الآن لو يجيني سؤال صف نموذج لأنبوب التفريغ الكهربائي، لو يجيني سؤال صف نموذج لأنبوب التفريغ الكهربائي، شلون أشرح لهذا الشيء؟ شلون أوصف لنموذج لأنبوب التفريغ الكهربائي؟ تابعوا علي يا طلاب، هذه الأمور الكلامية إذا تفهمها فهم ما تنساها منا نهاية السنة، إذا تحفظها حفظ خلال يومين تنساها. فافهم فهم. الآن إذا يجيني سؤال صف نموذج لأنبوب التفريغ الكهربائي، صف نموذج لأنبوب التفريغ الكهربائي، طبعا هذا الخط الأخضر الآن مالك علاقة بي، هذا الخط الأخضر مالك علاقة بي، شلون الآن أوصف له نموذج لأنبوب التفريغ الكهربائي؟ بقى أقول له هي عبارة عن أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء، لأنه مسدودة مفرغة من الهواء، تحتوي على غاز الهيدروجين تحت ضغط منخفض، ومزودة بحاجز كاشف، هذا حاجز كاشف، مغطى بمادة كبريتيد الخارصين، مغطى بمادة كبريتيد الخارصين، ويوجد قرب الكاثود، قرب الكاثود لوح معدني محفور به شق ضيق، وترتبط الأنبوبة بمصدر عالي للتيار الكهربائي. هذا هو الوصف مال أنبوب التفريغ الكهربائي. إذن الآن يا طلاب لو يجيني سؤال، السؤال يقول لي صف نموذج لأنبوبة التفريغ الكهربائي مع الرسم، انتبه علي يا طلاب، هذا الرسم مطلوب من يمك. إذا يجيني هيك سؤال شو يقول السؤال؟ يقول صف نموذج لأنبوبة التفريغ الكهربائي مع الرسم. بقى طلاب الجواب نفس الشرح اللي حكيته إليك، وهي أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء تحتوي على غاز الهيدروجين تحت ضغط منخفض، ومزودة بحاجز كاشف مغطى بمادة كبريتيد الخارصين، وقرب الكاثود لوح معدني به شق ضيق، وترتبط الأنبوبة بمصدر عالي للتيار الكهربائي. بعض الطلاب شلون وصفت له نموذج لأنبوبة التفريغ الكهربائي؟ هي عبارة عن أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء، لأنه مسدودة، جاي تشوفها مسدودة، أي أنها مفرغة من الهواء، تحتوي على غاز الهيدروجين تحت ضغط منخفض، ومزودة بحاجز كاشف، هذا هو الحاجز الكاشف، مغطى بمادة، هاي المادة مغطى بمادة كبريتيد الخارصين، ويوجد قرب الكاثود لوح معدني محفور به شق ضيق، وترتبط الأنبوبة بمصدر عالي للتيار الكهربائي. الآن يا طلاب أنا وياك وصفنا لنموذج لأنبوبة التفريغ الكهربائي، أعيد مرة ثانية على مود تحفظه، صف نموذج لأنبوبة التفريغ الكهربائي مع الرسم، شلون أوصفها إليه؟ أقول له وهي عبارة عن أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء تحتوي على غاز الهيدروجين تحت ضغط منخفض، ومزودة بحاجز كاشف، مزودة بحاجز كاشف، مغطى بمادة شنو؟ كبريتيد الخارصين، ويوجد قرب الكاثود لوح معدني محفور به شق ضيق، وترتبط الأنبوبة، ترتبط الأنبوبة بمنه؟ بمصدر عالي للتيار الكهربائي. الآن هذا السؤال افتهمناه. الآن يا طلاب أنا قلت لك هنا الذرة، قلت لك الذرة، وهاي الذرة، هاي الذرة شو موجود بيها؟ هاي الذرة موجودة بيها بروتونات، وموجودة بيها نيوترونات، وموجودة بيها الكترونات، الكترونات سالبة. هذولي راح نجي ندرسهم بالتفصيل، ندرس شلون اكتشفوا البروتونات، وندرس شلون اكتشفوا النيوترون، وندرس شلون اكتشفوا الالكترون. فأول واحد راح نبلش فيهم، نبلش بالالكترون. أول واحد من هو راح ندرسه؟ ندرس هذا الالكترون. الالكترون شلون اكتشفوا الالكترون؟ طبعا تم اكتشاف الالكترون خلال أنبوب التفريغ الكهربائي، أي أنه الالكترونات وين اكتشفوها؟ اكتشفوها داخل أنبوبة التفريغ الكهربائي. شلون اكتشفوا الالكترون طلاب؟ شلون اكتشفوا الالكترون؟ جابوا هذه أنبوبة التفريغ الكهربائي، جابوا هذه أنبوبة التفريغ الكهربائي، لاحظوا أنه عند إمرار تيار كهربائي، عند إمرار تيار كهربائي، يعني الآن أنت مو رابط الأنبوبة لمصدر عالي للتيار الكهربائي، لكن هذا مصدر التيار الكهربائي موجود به مفتاح، طلاب شو موجود به؟ موجود به مفتاح، هذا المفتاح لما نجي نضغطه أنه توصل كهرباء، لكن لما نرجعه أنه تطفى الكهرباء، أي أنه شلون لما عندنا بالبيت النقطة مع الكهرباء نشغلها، يعني نشغلها ونطفيها، هذا كذلك ايضا هنا مفتاح، نشغله ونطفيه، لما اجي اشغل هذا المصدر التيار الكهربائي راح يمر تيار كهربائي، ايش راح يصير؟ اي انه راح يتولد تيار كهربائي، هذا التيار الكهربائي تولد خلال الاسلاك، شو تولد؟ تولد عندي تيار كهربائي خلال الاسلاك، عند امرار تيار كهربائي خلال انبوبة التفريغ الكهربائي.
عند إمرار تيار كهربائي خلال أنبوبة التفريغ الكهربائي نلاحظ ظهور خط مضيء اللي هو باللون الأخضر. أعيد، عند إمرار تيار كهربائي خلال أنبوبة التفريغ الكهربائي نلاحظ ظهور خط مضيء اللي هو هذا اللي هو باللون الأخضر، نلاحظ ظهور خط مضيء يتجه من الكاثود باتجاه الأنود، يوقف اللوح المعدني أغلبه. جاي تشوف هذا اللوح المعدني أنه يوقف أغلبه، ولكن يسمح الشق الضيق الموجود باللوح المعدني بمرور قسم منه، وكنتيجة لذلك تم تفسير أن هنالك أشعة تنبثق من الكاثود باتجاه الأنود. أي أنه ايش قالوا العلماء؟ قالوا هذا أنبوب التفريغ الكهربائي، لما نجي نمرر به تيار كهربائي، لما نفتح المصدر راح يمر تيار كهربائي، لما يمر تيار كهربائي قالوا نلاحظ ظهور خط مضيء، وقد سميت فيما بعد الدقائق المكونة لهذه الأشعة بالألكترونات. جاي تشوف هاي الأشعة الحبابة، هاي الأشعة ايش قالوا؟ قالوا هاي الأشعة الجسيمات اللي تكونها هي الالكترونات. اذا الالكترون وين اكتشفوه؟ اكتشفوا الالكترون داخل انبوبة التفريغ الكهربائي. شلون اكتشفوا الالكترون؟ باوعلي كيف تم اكتشاف الالكترون؟ وضح ذلك. باوع الجواب يقول عند امرار التيار الكهربائي في انبوبة تفريغ كهربائي. باوع، عند امرار تيار كهربائي في انبوبة التفريغ الكهربائي شو يصير؟ نلاحظ خط مضيء على الحاجز، نلاحظ خط مضيء، هذا الخط المضيء على الحاجز، وهذا يعني ان هنالك اشعة انبثقت من الكاثود باتجاه الانود، يوقف اللوح المعدني اغلبها، هذا اللوح المعدني يوقف اغلبها، ولكن الشق الضيق الموجود في اللوح المعدني يسمح بمرور قسم من هذه الأشعة، وإن هذه الأشعة مكونة من دقائق سميت فيما بعد بالألكترونات. إذن الآن شلون اكتشفوا الألكترون؟ عند إمرار تيار كهربائي في أنبوبة التفريغ الكهربائي نلاحظ ظهور خط مضيء على الحاجز، وهذا يعني أن هنالك أشعة انبثقت من الكاثود باتجاه الأنود، وأن هذه الأشعة يوقف اللوح المعدني أغلبها، ولكن يسمح الشق الضيق الموجود في اللوح المعدني بمرور قسم من هذه الأشعة، وأن هذه الأشعة مكونة من دقائق صغيرة سميت فيما بعد بالألكترونات. إذن الألكترون هو هذه الأشعة. إذن الألكترون ما اكتشفوه؟ اكتشفوه في أنابيب التفريغ الكهربائي. الآن أعيد لك اللي شرحناه بشكل سريع. أول شيء نظرية دالتون، نظرية دالتون قال إنه الذرة غير قابلة للانقسام. حديثاً بالفترة الحديثة العلماء اكتشفوا عكس ما توقع دالتون. دالتون قال الذرات غير قابلة للانقسام، العلماء قالوا له لا حبيبي الذرات قابلة للانقسام. شنو الدليل مالتكم يا علماء؟ قالوا تجارب التفريغ الكهربائي وظاهرة النشاط الإشعاعي. قلنا تجارب التفريغ الكهربائي وين تصير؟ تصير داخل أنابيب التفريغ الكهربائي. فإذا لازم أعرف أنبوب التفريغ الكهربائي أو ما يعرف بأنبوبة التفريغ الكهربائي. أنبوبة التفريغ الكهربائي شنو؟ يعني لو يجيني سؤال صف نموذج لأنبوبة التفريغ الكهربائي مع الرسم، أقول له وهي عبارة عن أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء تحتوي على غاز الهيدروجين تحت ضغط منخفض ومزودة بحاجز كاشف. هذا الحاجز الكاشف مغطى بمادة كبريتيد الخارصين، ويوجد قرب الكاثود لوح معدني محفور به شق ضيق، وترتبط الأنبوبة بمصدر عالي للتيار الكهربائي. هذا الوصف مال أنبوب التفريغ الكهربائي. إذا يجي السؤال كيف تم اكتشاف الإلكترون؟ وضح ذلك. طبعا الإلكترون وين اكتشفوه؟ اكتشفوه داخل أنبوبة التفريغ الكهربائي. شلون؟ يعني شلون اكتشفوه؟ عند إمرار تيار كهربائي في أنبوبة التفريغ الكهربائي نلاحظ ظهور خط مضيء على الحاجز، وهذا يعني أن هنالك أشعة انبثقت من الكاثود باتجاه الأنود، ويمكن تفسير ذلك أن هذه الأشعة يوقف اللوح المعدني أغلبها، ولكن يسمح الشق الضيق الموجود في اللوح المعدني بمرور قسم من هذه الأشعة، وأن هذه الأشعة مكونة من دقائق سميت فيما بعد بشنو سميت؟ سميت فيما بعد بالألكترونات. طبعا أكفت شغلة طلاب، تعرف أنه هذه الأشعة اسمها الأشعة الكاثودية، هذه الأشعة
هذه الأشعة تعرف شنو اسمها؟ اسمها الأشعة الكاثودية. الأشعة الكاثودية اللي هي كاثود، راي باوي. شنو هي الأشعة الكاثودية؟ أو ليش سميت هذه الأشعة، اللي تكونت داخل أنبوب التفريغ الكهربائي، ليش سموها الأشعة الكاثودية؟ هذه طلاب، هذه الأشعة هي تنبثق من الكاثود باو حميان، تنطلق من الكاثود باتجاه الأنود باو، حتنطلق من الكاثود. فبما أنه هي تتجه من الكاثود سميت بالأشعة الكاثودية. شنو اسمها؟ اسمها الأشعة الكاثودية. وطبعا هذه الأشعة هي تتأثر بالمجال الكهربائي والمجال المغناطيسي. الآن طلاب هذا الشرح شرحناه بالتفصيل، وأرجع وأقول لك هذه الكتابة كلها موجودة بالملزمة مال كيمياء الصف الخامس العلمي. الآن طلاب هذا الشرح اللي شرحناه هو كله باللغة العربية. نجي الآن للغة الإنجليزية لطلاب المتميزين والمتميزات. عندي chapter 1 أي إنه الفصل الأول، development of the atomic concept. يعني هنا عندك نقص كلمة atomic concept، واضح طلاب؟ أي إنه شنو معنى؟ معنى تطور المفهوم الذري، development of the atomic concept. أول شيء عندك Dalton's theory. بالنسبة طبعا هذا الشرح الإنجليزي هو كل ترجمته هذا الشرح العربي. أول ما عندك، Dalton's theory أي إنه نظرية دالتون. شو تقول نظرية دالتون؟ تقول the matter consists of indivisible tiny particles which called atoms. أي إنه يقول لك المادة أو المواد تتألف من دقائق، يعني دقائق صغيرة، تيني بارتكلز، دقائق صغيرة غير قابلة للانقسام تدعى بالذرات. السؤال اللي بعده عندك سؤال يقول what to prove that atoms are divisible contrary to Dalton's prediction. أعيد السؤال، يقول what to prove that، يعني ما الذي أثبت أنه الذرات هي قابلة للانقسام؟ باو هنا شنو؟ indivisible يعني غير قابلة للانقسام، هنا divisible أي أنه قابلة للانقسام contrary to Dalton's prediction، يعني على عكس، contrary يعني على عكس ما توقع دالتون. شنو اللي أثبت هذا الشيء؟ الجواب مالي الأنسر يقول this was proved by the experiment of electric discharge throughout gases and phenon of radioactivity. أي إنه شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يقول لك إنه هذا الشيء تم إثباته بواسطة تجارب التفريغ الكهربائي خلال الغازات وظاهرة النشاط الإشعاعي and phenon of radioactivity. واضح طلاب هذا الشرح. الآن راح يجي عندي السؤال يقول لي صف نموذج لأنبوب التفريغ الكهربائي مع الرسم. Describe the electron discharge tube with the drawing. أي أنه مع الرسم. الجواب شنو أنبوب التفريغ الكهربائي؟ It's a vacuum glass containing hydrogen gas under low pressure and equipped with zinc sulfide covered reagent barrier as well as metal plate near the cathode with a narrow rectangular incision and the tube is connected to high source of electric current. أي شنو معنى هذا الكلام؟ يقول لك هي عبارة عن أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء تحتوي على غاز الهيدروجين تحت ضغط منخفض ومجهزة يعني حاجز كاشف مغطى بمادة كبريتيد الخارصين، وشي يقول لك كذلك، يوجد لوح معدني قريب من الكاثود، يعني كذلك أميتال بليت يعني لوح معدني قريب من الكاثود، وهذا اللوح المعدني with a narrow rectangular incision يعني محفور به ثقب مستطيل and the tube يعني هذه الأنبوبة connected to high source of electric current، أي أنه هذه الأنبوبة ترتبط بمصدر عالي للتيار الكهربائي. هذا السؤال انتهى. الآن عندي سؤال آخر يقول how the electron was discovered explain، أي أنه كيف تم اكتشاف الإلكترون وضح ذلك. الأنسر مالي when passing an electric current and an electric discharge tube we noted that the appearance of light line on the barrier and this means that there are rays emanating from the cathode. The metal plate stops most of them, but the narrow slot in the plate allows for passage part of these rays. And these rays made up from minutes there are called electrons. هذا الشرح معناه يقول لك عند إمرار تيار كهربائي في أنبوبة التفريغ الكهربائي نلاحظ ظهور خط مضيء على الكاشف أو على الحاجز. يقول لك وهذا يعني ان هنالك اشعه انه تنبثق من الكاثود، هاي الاشعه اللوح المعدني يوقف اغلبها
ولكن الشق الضيق الموجود فيه الحاجز، يعني موجود باللوح المعدني، يسمح لقسم من هذه الأشعة بالمرور. يقول لك وإن هذه الأشعة أنه لقوا أنه هي تتألف من دقائق صغيرة سميت فيما بعد بالإلكترونات. واضح طلاب؟ الآن هذا الكلام كله افتهمناه، قلت لك هذه الأشعة هي تنبثق من الكاثود، لذلك سميت بالأشعة الكاثودية، وهي تتأثر بالمجال الكهربائي والمغناطيسي، أي أنه affected by electric and magnetic fields. واضح واللي هي هاي الملاحظة؟ يقول لك أن الأشعة التي تتكون في أنبوب التفريغ الكهربائي تنبثق من الكاثود، ولذلك سميت بالأشعة الكاثودية، وأن هذه الأشعة تتأثر بالمجالين الكهربائي والمغناطيسي. الآن يا طلاب عرفنا أنه هذه الأشعة هي تتأثر بالمجال الكهربائي والمغناطيسي. زين شلون تتأثر بالمجال المغناطيسي والكهربائي؟ الآن بعد هذه الصبورة راح نجي نعرف خواص هذه الأشعة. هذه الأشعة نعرف الخواص مالتها، شنو الخواص مالتها وشنو هي الميزات مال هذه الأشعة، ونعرف شلون تتأثر بالمجال الكهربائي والمغناطيسي، ونختم محاضرتنا لهذا اليوم. فخليك نتابع ومركز وياي. الآن يا طلاب عندي بعض الأسئلة المتعلقة أيضا بالأشعة الكاثودية. انتبه علي طلاب، طبعا احنا عرفنا انه الأشعة الكاثودية هي أشعة تنطلق وتنبثق من الكاثود باتجاه الأنود، لهذا سميت بالأشعة الكاثودية. يعني هذا الخط الأخضر هو شنو هذا؟ هذا هو الأشعة الكاثودية. هذا شنو هو؟ الأشعة الكاثودية اللي هي بالإنجليزي هي كاثود رايز بهذا الشكل. واضح طلاب؟ الأشعة الكاثودية هي الأشعة اللي تتولد في أنبوب التفريغ الكهربائي، واللي هي تنبثق من الكاثود باتجاه الأنود. ما دام هي تنبثق من الكاثود لهذا سميت بالأشعة الكاثودية. هذه الأشعة الكاثودية يا طلاب بها فد ميزة. شنو الميزة مالتها؟ أنه هي تتأثر بالمجال الكهربائي والمجال المغناطيسي. الآن إذا يجيني سؤال، كيف تتأثر الأشعة الكاثودية بالمجال الكهربائي والمغناطيسي؟ أو ممكن السؤال يجيك بشكل آخر، يقول لك كيف تتأثر الأشعة الكاثودية بالأقطاب المغناطيسية والصفائح الكهربائية؟ السؤالين هما نفس الجواب. السؤال الأول، كيف تتأثر الأشعة الكاثودية بالمجالين الكهربائي والمغناطيسي؟ أو السؤال أكو بعض المدرسين يصيغونه بشكل آخر، بهذا الشكل يصيغوه، يقول لك كيف تتأثر الأشعة الكاثودية بالأقطاب المغناطيسية والصفائح الكهربائية؟ طبعا السؤالين هما نفس الجواب. الآن أريد أعرف هاي الأشعة الكاثودية شلون تتأثر بالمجال المغناطيسي. انتبه علي طلاب، إحنا لو نجي نقرب ساق مغناطيسية، احنا نعرف كل زين انه الساق المغناطيسية تتألف او تكون بهذا الشكل. باو الساق المغناطيسية تكون بهذا الشكل، يعني الساق المغناطيسية يعني الشكل مالتها مقارب على هذا الشكل، انه تكون بلونين، لون احمر ولون ازرق بهذا الشكل، وهنا أنا حرف N وهنا أنا حرف S. هذه هي الساق المغناطيسية اللي انتم شايفيها بمختبرات الفيزياء. الساق المغناطيسية متكونة من قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي، أو يسموه القطب الباحث عن الشمال والقطب الباحث عن الجنوب. المهم الآن طلاب، هذه هي الساق المغناطيسي. لو نجي نقرب ساق مغناطيسية، انتبه علي، لو نجي نقرب ساق مغناطيسية من الأشعة الكاثودية، يعني راح نجي نقرب ساق مغناطيسية. ايش راح نجي نقرب؟ نقرب ساق مغناطيسية، أي أنه هنا راح يصير عندي ساق مغناطيسية. بروح على الساق المغناطيسية، ايش قربت الان؟ اني قربت ساق مغناطيسيه. الان عند تقريب ساق مغناطيسيه من الاشعه الكاثوديه، باو ايش قربت؟ قربت ساق مغناطيسيه من ناحيه القطب الشمالي. يعني عند تقريب ساق مغناطيسيه من ناحيه القطب الشمالي، باو ايش قربت؟ القطب الشمالي. ايش راح نلاحظ؟ نلاحظ انه هذا الخط سوف ينزل للاسفل. جاي شوف هذا الخط العدل، لما قربت عليه الساق المغناطيسي، مقربت عليه ساق مغناطيسي، ايش راح يصير به؟ راح ينحني للاسفل، ينزل للاسفل. ايش راح يصير به؟ ينحني للاسفل. واضح؟
إذا هذا الخط الأخضر وين راح يميل هذا الخط الأخضر؟ هذا الخط الأخضر راح يتجه نحو الأسفل. زين إذا أجي أقرب ساق مغناطيسية، يعني الآن طلاب أنت عرفت إنه لما أقرب ساق مغناطيسية من ناحية القطب الشمالي شو يصير بالأشعة؟ تنزل لي جوا، واضح؟ الخط المضيء يتقوس إلى الأسفل. أما إذا أجي أقرب ساق مغناطيسية من ناحية القطب الجنوبي، راح أقرب ساق مغناطيسية لكن قربتها من يا ناحية؟ من ناحية القطب الجنوبي. باوع لي شوية، باوع طلاب. هاي الساق المغناطيسية أول مرة قربتها من ناحية القطب الشمالي، الخط المضيء اتجه نحو الأسفل. لما نجي نقرب ساق مغناطيسية من ناحية القطب الجنوبي، باو علي انتبه، أول مرة قربت ساق مغناطيسي من ناحية القطب الشمالي صار بالخط المضيء اتقوس إلى الأسفل. لما نجي الآن نقرب ساق مغناطيسية لكن بالعكس راح أقرب الساق المغناطيسية من ناحية القطب الجنوبي، تدري ايش راح يصير بهذا الخط؟ هذا الخط راح يتقوس إلى أعلى. هذا الخط ايش راح يصير به؟ هذا الخط راح يتقوس إلى أعلى. إذا عند تقريب ساق مغناطيسية من ناحية القطب الشمالي نلاحظ تقوس الخط المضيء نحو الأسفل، وعند تقريب ساق مغناطيسية من ناحية القطب الجنوبي نلاحظ تقوس الخط المضيء نحو الأعلى، وهذا يدل على أن الأشعة الكاثودية تتأثر بالمجال المغناطيسي. لأنه تعرفون طلاب أن لما أقرب أي مغناطيس، هذا المغناطيس يولد يعني حوله مجال مغناطيسي، وهذا المجال المغناطيسي جاي يأثر على هاي الأشعة بحيث يخليها تنحني نحو الأسفل أو نحو الأعلى. واضح طلاب؟ إذن الآن لو نجي للجواب مالتنا، يقول عند تقريب قطب باحث عن الشمال لمغناطيس، باعش قربت قطب باحث عن الشمال لمغناطيس من ناحية جانب الأنبوب، من ناحية جانب الأنبوب، فإن الخط المضيء شي يصير به؟ يتقوس إلى أسفل. أما إذا قرب مغناطيس باحث عن الجنوب، باعش قربت الآن مغناطيس باحث عن الجنوب اللي هو هذا، شي يصير؟ فإن الخط المضيء يتقوس لوين؟ يتقوس إلى الأعلى، وهذا يعني أن الأشعة تتأثر بالمجال المغناطيسي. كيف تتأثر الأشعة الكاثودية بالمجال المغناطيسي؟ لما أقرب قطب مغناطيسي باحث عن الشمال شو يصير؟ يتقوس الخط المضيء نحو الأسفل. لما أقرب ساق مغناطيسي من ناحية القطب الجنوبي يتقوس القوس نحو الأعلى، وبما أنه جاي يتقوس سواء نحو الأسفل أو نحو الأعلى، المهم أنه هاي الأشعة الكاثودية جاي تتأثر بالمجال المغناطيسي. هذا افتهمنا. الآن طلاب نجي نريد نتعلم، هسا عرفت أنا شلون الأشعة الكاثودية تتأثر بالمجال المغناطيسي. زين هاي الأشعة الكاثودية شلون تتأثر بالصفائح الكهربائية؟ شلون تتأثر؟ الآن لو نجيب صفيحتين كهربائية، أجيب صفائح كهربائية، طبعاً الصفائح الكهربائية صفيحة تكون مشحونة بشحنة موجبة وصفيحة مشحونة بشحنة سالبة. يعني الآن يا طلاب، الآن هذا انتهى دور المغناطيس. الآن لو نجيب صفائح كهربائية، هذه هي صفيحة كهربائية، خليني هاي الصفيحة الكهربائية أقول الشحنة مالتها سالبة، وأجيب هنا صفيحة كهربائية أيضاً، صفيحة كهربائية، وهاي الصفيحة الكهربائية أقول عليها الشحنة مالتها موجبة. انتبه علي، لما أجيب صفائح كهربائية صفيحة شحنتها موجبة وصفيحة شحنتها سالبة، تعرف ايش راح يصير؟ هاي الأشعة الكاثودية راح تتجه باتجاه الصفيحة الموجبة. هذه الأشعة الكاثودية راح تتجه باتجاه الصفيحة الموجبة. تعرف ليش؟ لأنه هاي الأشعة الكاثودية هي الكترونات، يعني شنو شحنتها؟ يعني شحنتها سالبة. طلاب شنو يعني شحنتها؟ يعني شحنتها سالبة، وبالتالي احنا نعرف انه الشحنات المختلفة تتجاذب. بما انه هاي الأشعة شحنتها سالبة، اذا المن تنجذب؟ تنجذب للصفيحة الموجبة، لان الشحنات المختلفة يجذب بعضها بعضا. اذا الان لما نخلي الساق مغناطيسية من ناحية القطب الشمالي تنحرف نحو الاسفل، لما اخلي الساق مغناطيسية من ناحية القطب الجنوبي تنحرف نحو الاعلى، لما اخلي الان صفائح كهربائية فان الاشعة الكاثودية تنحرف باتجاه الصفيحة الموجبة. ليش؟ لان الشحنات المختلفة يجذب بعضها بعضا، وهذا الشيء افتهمناه الان
بالتفصيل. طبعا الجواب مالتنا هو هذا الجواب اللي يخص الصفائح الكهربائيه. يقول لك وعنده وضع صفائح كهربائيه مشحونه فوق الحاجز وتحته. صفائح كهربائيه مشحونه فوق الحاجز وتحته، شو يصير؟ فان الخط المضيء يتقوس ناحيه الصفيحه الموجبه، لان الشحنات المختلفه يجذب بعضها بعضا. وفهمتك على هذا الشيء بالتفصيل. الان يا طلاب بعد ما افتهمنا هذا الكلام كله نقدر نطلع تعريف للاشعه الكاثوديه. الاشعه الكاثوديه شنو هي؟ الاشعه الكاثوديه وهي حزمه من الالكترونات تنبثق من الكاثود وتتجه نحو الانود ايش وقت عند امرار تيار كهربائي. هذه الاشعه الكاثوديه وهي حزمه من الالكترونات السالبه تنبثق من الكاثود باتجاه الانود ايش وقت تنبثق عند امرار تيار كهربائي في أنبوبة التفريغ الكهربائي والتي تحتوي على غاز الهيدروجين. يعني أنبوبة التفريغ الكهربائي التي تحتوي على غاز الهيدروجين تحت ضغط منخفض، وإن هذه الأشعة تتأثر بالمجال المغناطيسي والكهربائي. إذا الأشعة الكاثودية وهي حزمة من الإلكترونات تنبثق من الكاثود باتجاه الأنود إش وقت عند إمرار تيار كهربائي في أنبوبة التفريغ الكهربائي التي تحتوي على غاز الهيدروجين تحت ضغط منخفض، وإن هذه الأشعة تتأثر بالمجال المغناطيسي والكهربائي. الآن عرفت تعريف الأشعة الكاثودية، بقى عندنا سؤال واحد يخص الأشعة الكاثودية ونقول لها باي باي، وهذا السؤال هو ما هي خواص أو خصائص الأشعة الكاثودية، واللي هو عندك تمرين من تمارين الكتاب. إذن الآن يصير عندي سؤال ما هي خواص الأشعة الكاثودية، وهذا السؤال هو تمرين واحد واحد. شنو هي الخواص مالتها؟ طبعا 4 نقاط مهمة لازم تحفظها. النقطة الأولى تتحرك بخطوط مستقيمة وبسرعة كبيرة منبعثة من القطب السالب باتجاه القطب الموجب. طبعا أنت جاي تشوف حتى أنا راسمها إليك بشكل خط مستقيم. منين تنبعث؟ تنبعث من الكاثود باتجاه الأنود. إذا تتحرك بخطوط مستقيمة وبسرعة كبيرة منبعثة من الكاثود باتجاه الأنود، أي أنه من القطب السالب باتجاه القطب الموجب. واضح؟ من القطب السالب باتجاه القطب الموجب. النقطة الثانية هي هاي الأشعة مين تتكون؟ تتكون من الكترونات اللي هي دقائق، يعني جسيمات متناهية الصغر. إذا تتكون من دقائق مادية ذات كتل متناهية في الصغر. باوع لهاي الأشعة قلنا هي تتكون من الكترونات. هي الالكترونات شنو؟ هي دقائق مادية ذات كتل متناهية في الصغر. إذا من شنو تتكون؟ تتكون من دقائق مادية ذات كتل متناهية في الصغر. هذه الأشعة من خواصها قلنا تتأثر بمن؟ تتأثر بالمجال المغناطيسي والمجال الكهربائي. إذا تتأثر بالمجالين الكهربائي والمغناطيسي. والنقطة الأخيرة تؤين الوسط الذي تمر فيه. إذا الآن لو نعيد السؤال ما هي خواص الأشعة الكاثودية؟ هذا السؤال هو تمرين واحد واحد. شنو هي الخواص؟ يقول لك اولا تتحرك بخطوط مستقيمه وبسرعه كبيره منبعثه من القطب السالب باتجاه القطب الموجب. النقطه الثانيه تتكون من دقائق ماديه ذات كتل متناهيه في الصغر. النقطه الثالثه تتاثر بالمجال المغناطيسي والمجال الكهربائي. والنقطه الرابعه تؤين الوسط الذي تمر فيه. اذا الان لو نعيد هاي النقاط، ما هي خواص الأشعة الكاثودية؟ أولاً تتحرك بخطوط مستقيمة وسرعة كبيرة متجهة من القطب السالب إلى القطب الموجب. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية شنو؟ النقطة الثانية إنه هاي الأشعة تتكون من دقائق مادية ذات كتل متناهية في الصغر. النقطة الثالثة تتأثر بالمجال المغناطيسي والمجال الكهربائي. والنقطة الرابعة تؤين الوسط الذي تمر فيه. إلى هنا يا طلاب نصل إلى ختام محاضرتنا لهذا اليوم بالنسبة لطلاب المنهج العربي. الآن عندي فد تكملة للمحاضرة، هذا الشرح المكتوب هنا أشرحه باللغة الإنجليزية لطلاب المتميزين والمتميزات. فطلاب المدارس الاعتيادية اللي يدرسون المنهج باللغة العربية اللي جاي يقدرون يغادرون المحاضرة. طلاب المتميزين والمتميزات ابقوا وياي فد 5 دقائق ونختم المحاضرة إن شاء الله. عندي سؤال يقول How cathode rays affected by electric and magnetic fields؟ أي هنا يقول لك كيف تتأثر الأشعة الكاثودية بالمجال المغناطيسي والكهربائي؟
أو هذا السؤال ممكن يصيغه لك أستاذك بشكل آخر، يقول لك How cathode rays affected by magnetic poles and electron plates؟ أي أنه يقول لك كيف تتأثر الأشعة الكاثودية بالأقطاب المغناطيسية والصفائح الكهربائية؟ الجواب مالي answer When a magnetic pole approached from the side of the tube, the luminous line is curved down. And at near south pole, the luminous line curves upwards. When we put charging plates electrically above and below the barrier, the illuminated line curves toward the positive plate because opposing charge attract each other. ما هو معنى هذا الكلام؟ يقول لك يا بأنه إحنا لما نجي نقرب قطب مغناطيسي من ناحية جانب الأنبوب شي يصير؟ يقول لك إنه الخط المضيء إشبيه الخط المضيء إنه يصير يتجه نحو الأسفل curves down يعني ينحني نحو الأسفل. يقول لك لكن لما نقرب قطب جنوبي أو قطب باحث عن الجنوب هذا الخط المضيء إشبيه يتجه نحو الأعلى. وين يتجه؟ نحو الأعلى. يعني نفس الشرح اللي شرحته بالعربي نفسه بالضبط. بعدين شو يقول لك؟ يقول لك إحنا لما نخلي صفائح كهربائية when put charging plates electrically أي إنه لما نخلي صفائح كهربائية مشحونة شي يصير؟ طبعاً شي يصير إنه هذا الخط المضيء يتجه نحو الصفيحة الموجبة. ليش؟ لأنه الشحنات المختلفة يجذب بعضها بعضاً واللي هو هذا الكلام. واضح؟ هذه هي الترجمة مالته. Cathode rays is the bundle of electrons emanating from the cathode and heating toward the anode when an electric current is passed in the electric discharge tube which containing hydrogen gas under low pressure and these rays are affected by the electric and magnetic fields. واضح طلاب؟ هذا هو التعريف مع الأشعة الكاثودية واللي هو يقول لك هي عبارة عن حزمة من الإلكترونات اللي تنبثق من الكاثود تتجه باتجاه الأنود عندما يتم أو عندما يمر تيار كهربائي في أنبوب التفريغ الكهربائي. هاي أنبوب التفريغ الكهربائي التي تحتوي على غاز الهيدروجين تحت ضغط منخفض. وبعدين يقول لك هذه الأشعة هي تتأثر بالمجال الكهربائي والمغناطيسي. الآن عندي هذا السؤال واللي هو أيضا تمرين اللي هو يقول لك What are the most properties of cathode rays؟ اللي هو exercise 1. شنو معناه؟ يقول لك ما هي خواص الأشعة الكاثودية؟ الجواب مالي الانسر نمبر 1 moving in straight line with a very fast emitted from the negative pole towards the positive pole. انه يقول لك هي تتحرك بخطوط مستقيمة وبسرعة كبيرة منبعثة من القطب السالب باتجاه القطب الموجب. واضح؟ النقطة الثانية it consists of particles with a very tiny mass. النقطة الثانية يقول لك انه هي تتألف من دقائق مادية متناهية يعني أو ذات كتل صغيرة جدا. النقطة الثالثة affected by electric field and magnetic field تتأثر بالمجال المغناطيسي والمجال الكهربائي. Number 4 ionize the medium in which it passes يعني تعين الوسط الذي تمر فيه. إلى هنا يا طلاب نصل إلى ختام محاضرتنا لهذا اليوم. انتظرونا بالمحاضرة القادمة وإلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله. مع السلامة.